كل عام وأنتم بخير مشاهدينا. نحن الآن في أحد مساجد الجالية السورية هنا في مدينة الريحانية على الحدود السورية التركية، نرصد أجواء عيد الفطر السعيد وفعاليات السوريين هنا في هذه المساجد المتواضعة. فاجعله غثاء أحوى. الله أكبر. كل عام وانتم بخير. وانت بلف خير يا نور العين. سلمك يا رب. تحكي لنا قديش صار لك هون بتركيا؟ والله تقريبا صار لي شيء سنه وشهرين. اخ امنياتي الله يردنا لبلادنا ردا جميلة، بس هاي الامنيه والله، وكل عقلنا جوا صاير وتفكيرنا وروحنا كلياتها معلقه جوا، والله يردنا لبلادنا. شو مشاريعكم بالعيد هلا؟ كيف بدك تحاول تقضي مثلا العيد؟ لحط راسي ونوم مشان ما افكر بشيء. لا كثير هيك. لانه ما خرج فكر والله، بطق مخي. اتفائل شوي؟ والله ما خرج، ما في شيء يتفائل فيه والله. كل عام وانتم بخير؟ انت بخير. شلونك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله بخير. من وين انت؟ من الشام. كيف العيد معك هلا؟ والله ما حلو العيد من دون ابي الله يرحمه. حاول تغير شكل تقضي العيد؟ ما خرج. طيب ايش بتتمنى بهذا العيد؟ نرجع بلادنا سالمين غالبا. يلا يا شباب. هذا الخط ما حد بيقطعه. يلا بسم الله ابدا يا. والله رب العالمين هيك يجمعنا ويرجعنا على بلدنا ورب العالمين يفرج. كيف راح تقضي يعني هذا العيد؟ برنامج يكون هيك انت وعيلتك؟ انا والله مرسين جيت لهون عند الوالده وعند اخواتي هون، وجينا نعيد عليهم هون بتعيشتهم. الله اعياد سوريا وين هون؟ اعياد سوريا بتختلف وين ما نروح، فرضا الصبح عند الوالده نفطر وين هون لا ما بملك. اختلفت 5000 درجة ان شاء الله. كل عام وانتم بخير. بخير الله يسلمك يا رب، الله يسلمك. اهلا وسهلا. شكرا. تنوعت آمال السوريين في الغربة، لكنها اجتمعت على أمل واحد، وهو أمل العودة القريبة إلى بلادهم مع أول عيد قادم. لأورينت نيوز، مسلم سيد عيسى، مدينة الريحانية، الحدود السورية التركية.